أهلا وسهلا بكم على قناة البلد الفضائية، القناة العامرة بمتابعتكم هذا البرنامج الذي يعنى بالتنوير والتثقيف الصحي. موضوع حلقة اليوم وقع الاختيار عليه من واقع احتياج مجتمعي وظاهرة أصبحت متنامية لدى الكثير من الأسر، وهو إصابة أطفالنا باضطراب طيف التوحد. هذا المرض نحاول قدر الإمكان أن نحيط أنفسنا علما بكثير من الجوانب، وإن شاء الله بإذن الله تكون حلقة موفقة برفقة ضيفنا الكريم على الأخصائي النفسي على شهادة الزائر لمنظمة أيدي لا تمل. أهلا وسهلا بك يا مرحب. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، ويشرفني وجود مع حضرتكم. يا مرحب بك، إن شاء الله إقامة طيبة في بلدك الأول والثاني السودان. الحمد لله رب العالمين، الإقامة طيبة جدا، والواحد لما بيجي السودان مش بيشعر بأي غربة بصراحة، بحيث أنه لسه ما طلعش من مصر. مصر والسودان قريبين جدا جدا في الطباع والسلوكيات، فالواحد بيبقى مرتاح نفسيا وهو موجود. والله نعم، وكلنا ابناء النيل. مرحب بك. اهلا وسهلا استاذ علاء. في البدايه يعني يمكن التوحد كثير من الناس بتسمع عن التسميه دي لكن ما عارفه الخلل بالضبط شنو. في البدايه اشرح لنا معنى طيف التوحد وماذا نعني بكلمه طيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للتوحد هو اضطراب او نقول مشكله بتصيب الاطفال بالذات في مرحلة الطفولة المبكرة، يعني بالذات في المرحلة اللي هي قبل سن 6 سنين، بالتحديد الأعمار 2.5 سنين 2 سنين 3 سنين. دي المرحلة اللي غالبا الأسرة بتبقى شكت إن طفلها بيبقى فيه حاجة. نعم. أولا الطفل ده لم يعاني من أي مشاكل في الحمل ولا الولادة وما بعد الولادة، يعني ظروفه الصحية أثناء فترة الحمل أو الولادة أو ما بعدها بتبقى تمام جدا جدا، تمام. نعم. وما بيتأخرش في الحركة كمان، وشكله شكله وشه هو طبيعي خالص، مفيش اي ملامح تقول ان الطفل ده عنده مشكله. نعم. ولكن لما الطفل بقى الاسره بتنتظر منه ان هو يتكلم، في المرحله بقى ان هو يتكلم ويتفاعل، بنفاجئ ان الطفل ده بتظهر عليه بعض السلوكيات الغريبه، منها مثلا ان هو ما يستجبش لاسمه، لما عايز تناديله مثلا كده تبص تلاقيه ما بينتبهش، فحضرتك مثلا تشك ان هو ايه ما بيسمع، فتوديه للطبيب بيعمل له رسم سمع تلاقي السمع ايه سليم. تمام. الخلل شنو يا دكتور الحاصل وكانت نتائجه الاعراض دي؟ الخلل تقصدي السبب بالتحديد؟ يعني هو مشكله في الدماغ، هو بالضبط شنو هو اللي بيحصل؟ السبب احنا ما زلنا نجهله الى وقتنا هذا. نعم. لحد وقتنا هذا هو التوحد مش معروف له سبب محدد. في اتجاهات كتير ونظريات كتير ودراسات كتير حاولت تدرس السبب. لا انا بقصد يعني تفسير التوحد ده، الحاجه بتحصل دي يعني مشكله في الدماغ، مشكله في الادراك؟ ما نعرفش. نعم. احنا بنفاجئ بظهور بعض الاعراض. نعم. احنا بنشخص التوحد بالاعراض اللي بتحصل. نعم. ما عندناش اشعه او تحاليل بتقول ان في خلل بناء عليه بنشخصه. نعم. لا، هو بمجموعه من السلوكيات اللي بنلاحظها على الطفل بنشك ان الطفل ده عنده مشكله، ودي وسيله تشخيصه. نعم. هي سلوكيات زي ان هو ما ينتبهش لاسمه، لما حضرتك تيجي تكلميه كده تدي له اوامر زي تعالى اقفل الباب اقعد. نعم. ما بينفذش التعليمات، مش بيلعب مع الاطفال، مش بيعاين لحضرتك في عينك، بتظهر عليه سلوكيات غريبه زي ان هو يرفرف. نعم. او ينطط او يلف، الحركه بتكون ما متزنه. في اغلب الحالات بيبقى حركتهم زياده، ولو نسيت الباب مفتوح ممكن يجري ويتوه. نعم. معايا؟ مع ان الولد مفيش خلال فتره حياته الاولى مفيش اي مؤشر ان الولد ده ممكن يكون عنده مشكله. نعم. ولكن في الفتره اللي انت منتظره فيها الطفل بقى يتكلم ويتفاعل والكلام ده كله، بتفاجئي ان السن عمال يكبر ولكن المهارات دي مش بتظهر. نعم. في كتير من الحالات كده، وفي حالات اغرب، في حالات اغرب جدا، في ولد مش يتكلم، يعني يتكلم. نعم. وتفاعل وعمل كل حاجة، ويجي عند مرحلة سنية معينة ويحصل له انتكاسة. نعم. يعني الولد ده تبص تلاقيه كان بيتكلم وكان بيتفاعل لحد مرحلة سنية مثلا 2 سنين 2.5 سنين. نعم. وبعدين تبص تلاقي الطفل ده حصل له ايه انتكاسة، فقد الكلام
اللي هو اكتسبه. ودي علامه واضحه شديده يا دكتور جداً. يعني بتخلينا احنا جدا ايوه بس برضو احنا بقلبنا الطيب بنحاول نجد لها تفسير اخر. نعم. اصله زعلان، اصل اخوه اتولد فهو حزين على ولاده اخوه. أيوة. يعني احنا بنحاول نبرر يعني نبرر الموضوع حاصل. عشان طبعا المشكله مش سهله. نعم. فلما اي انسان بيبقى عنده مشكله زي كده بيحاول يجد لها مبرر يكون مقبول اكتر. احنا بنسعى انه نطمن انفسنا ونقول الموضوع عادي. بعدين الناس اللي حولك بيقول لك يعني خليه عندنا فلان في الاسره كده برضه اتكلم بعد كذا سنه فما في مشكله. وابوه اتكلم عند 6 سنين. أيوة. وبقى الحمد لله كويس والكلام ده كله. نعم. كل ده طبعا يعني حاجات مش كويسه بتاخر التشخيص. نعم. الوقت المناسب يا دكتور ل يعني ننتبه فيه عشان نحصل فرصه علاجيه اضمن واوسع. هي الاعراض بتبقى واضحه جدا في المرحله العمريه من اول سنتين. نعم. بالكثير لحد 5. الاعراض بتبقى واضحه جدا. قبل سنتين يمكن عندك حق في انك ايه تستني، عندك حق انك لسه شويه اصبر شويه، لكن سنتين وطالع بيبقى الموضوع واضح جدا وبيبقى فارق جدا. لو طفل قارنت الطفل ده باطفال تانيه في نفس سنه في نفس عمره هتلاقيه لا الفرق واضح شديد. فدي المرحله العمريه اللي لازم يتم التدخل فيها. تمام. زي ما حضرتك اشرت كده وقلت ان في معتقدات شائعه فلان اتاخر في الكلام والكلام ده كله عند الاهل، وده شيء ممكن نجد له تفسير. لكن احيانا للاسف ممكن نلاقي ده برضو عند الاطباء، لان انا كولي امر لما ابني يبقى عنده مشكله اول واحد هلجأ له مين؟ طبيب. نعم. ابني اللي بروح له لما يكون عنده حساسية او لو عنده اسهال او كده بروح للطبيب. نعم. فابني متأخر في الكلام فهسأل مين؟ الطبيب بتاعه. للأسف للأسف قد نجد عند بعض الاطباء اللي هو يقول ايه اطمني استني لحد ما يبقى عنده 3 سنين، طالما بيسمع يبقى هيتكلم. نعم. ويعني هو ده بيبقى مش مناسب ان يصدر من طبيب يعني. خدت بال حضرتك يعني؟ نعم. طبعا انا لو خايف ورحت سالت الدكتور والدكتور طمني هعمل ايه؟ خلاص بعد خلاص زي الفل. أيوة. خلاص هزعل ليه؟ معايا هستنى لثلاث اربع سنين، وده بيضيع سنين كتيره. ده بيضيع كتير سنين مهمه. نعم. من عمر العلاج. بالظبط كده. نعم. احنا بدنا نتكلم عن التدخل المبكر. مين يوصلنا لوين مرحله في المعالجه؟ طبعا هو التدخل المبكر في اي حاجه في الدنيا ومن ضمنها الشغل بتاعنا مع حالات التوحد. نعم. مفيد جدا طبعا في اي حاجه يعني. صحيح. في اي مرض في اي حاجه كلما تدخلت في سن مبكر فانت عندك مساحه زمنيه كتيره تقدر تعمل فيها شغل كتير. نعم. تمام. احنا هنتكلم مثلا عن شغلنا، كلما اكتشفنا الحاله في سن مبكر كل ما كان طموحي كمتخصص مع الطفل ده بيبقى عالي جدا. وكلما اكتشفت الحالة أو الحالة ابتدت العلاج في سن متأخر كلما الطموح لازم يقل. لازم يعني لو حضرتك جايبه لي طفل عمره مثلا من 2 لـ3 وعنده المشاكل دي غير لما تجيبي لي نفس الطفل عمره 7-8 سنين. هنا وأنا شغال مع الصغير عندي طموح عالي جدا 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 إن هو بإذن الله يتكلم بإذن الله يجرى. خدت بالك؟ لكن مع السن الكبير الطموح بيختلف تماما، بيبقى يتحول ان هو مثلا ايه لا انا عايز الطفل ده يعتمد على نفسه، عاوزه ما يبقاش محتاج مساعده من الاخرين وهكذا. فطبعا كل ما كان السن مبكر كل ما كان افضل. نعم. زيه زي اي حاجه في الدنيا، لو انا ابني عايزه يذاكر ويجيب مجموع كويس فكلما ذاكر في وقت بدري. مبكر كلما. نعم. كان فرصته انه يجيب مجموع عالي فرصه كبيره. صحيح. وكلما تاخر في بدايه المذاكره كلما الفرصة قلت جدا. نعم. فطبعا التدخل المبكر ده شيء مهم جدا يعني، التدخل المبكر ده شيء خطير جدا. نعم. جدا يعني. يبقى إذا يعني الأسرة ما لاحظت من بدري أو ما اهتمت للموضوع فما من حقها ترفع سقف طموحاتها بأنه هتحصل معالجة يعني بصورة طيبة. هو الأسرة طبعا غيرنا إحنا كمتخصصين، إحنا دلوقتي قاعدين بنتكلم بهدوء أعصاب. لكن الكلام عقلاني. بالظبط. ايوه. لكن ما في عاطفة. لو انا بتكلم عن ابني فانا مش عقلاني خالص. صحيح. لو انا بتكلم مع ابني انا عاطفي جدا. نعم. الامل برضو كويس. لازم. ايوه. لازم. معايا؟ فانا لاني بتكلم عن مهنه فتلاقيني بتكلم بهدوء وعقل. لكن. نعم. لو بتكلم عن ابني هتلاقيني مش بتكلم كده خالص، هتلاقي فيه توتر، هتلاقي فيه قلق، هتلاقي فيه خوف، هتلاقي فيه الكلام ده كله.
فالاسره هي هي كمان بتبقى محتاجه مسانده. صحيح. يعني الاسره لما تكتشف ان ابنها عنده مشكله هم كمان بيمروا بمراحل نفسيه. نعم صحيح. اول حاجه عايزين دعم نفسي. الصدمه على طول بينصدم. يعني اللي يعرف ان ابنه عنده مشكله قد كده صحيح على طول هينصدم. فما بالك بانها مشكله يعني مستمره مدى الحياه. بعد كده بيجي الانكار. تيجي على مرحله على الاسره بتنكر فيها المشكله وتبقى عايزه تزور طبيب ومركز واثنين وثلاثه عشان نفسها تسمع كلام مختلف. نعم. فين بقى لما توصل لمرحله الهدوء والاستقرار؟ دي المرحله الاسره بقى اللي هتبتدي بقى ايه تنتج فيها مع ابنها، تبتدي بقى تديله التاهيل المناسب وتبتدي تشتغل مع ابنها وهكذا. فالاسره نفسها من الناحيه النفسيه بس، بلاش بقيه النواحي، من الناحيه النفسيه هي محتاجه دعم جديد. نعم. من الناحيه النفسيه والناحيه التعليميه يعني يا دكتور، انتوا هسه بتدربوا في الكوادر، لكن الاسره ذاتها بتكون عايزه تدريب في الموضوع ده. اكيد. انها كيف تحتوي الموقف. الاسره اللي فيها طفل ذوي احتياجات خاصه غير الاسره اللي اطفالها عاديين خالص. نعم. الاسره دي مختلفه تماما يعني. تمام. فاحنا في شغلنا مع الاطفال دول مهما كان المدرب او الاخصائي شاطر يعني لا يعني مش هيقدر يجيب نتيجه كويسه. نعم. لو ما فيش شغل مع الولد ده في البيت، بل بالعكس احنا بنحط على الشغل في البيت نسبه 80% من التقدم. نعم. عشان كده بيحصل بقى الندوات، عشان كده بيحصل التدريب زي اللي احنا عاملينه، بيبقى حاضر فيه اولياء امور. غير كده في حاجة احنا هنا يمكن نقلناها للمنظمة هنا وبيعملوا بيها، وفي بعض المراكز الحمد لله ابتدت تعمل بيها، ونتمنى صوتنا يوصل من خلال البرنامج لبقية المراكز ان هم يعملوا بيها، ان احنا بنسمح للأسرة بحضور الجلسات مع الأطفال. نعم. احنا ده برضو بيكون نوع من التدريب بالظبط والمعرفة. ايوه. يعني حضرتك لما تشوفي بيدربوا ابنك على ايه وبيدربوه ازاي. نعم. في فنيات انا لازم اشوفها بعيني. تمام. فدي بتفرق كتير مع الأسرة، اللي يشوف غير اللي يسمع. نعم صحيح. صحيح ده بيحط عبء نفسي على الأخصائي اللي شغال، احنا بنعترف بده، الناس اللي بترفض انا بعترف ان ده بيبقى فيه عبء نفسي عليك، ولكن المكسب رهيب. تخيلي لو حضرتك أسرة موجودة بتحضر وبتشوف وكمان بتروح تشتغل مع الله، فالمكسب رهيب. نعم. فاحنا بنبقى عندنا استعداد ان احنا نتحمل العبء ده في مقابل المكسب الكتير اللي نتمناه، اللي هو ان الاسره دي تهتم وتبتدي تشتغل مع ابنها في البيت، النتيجه بتكون غير تماما. نعم. عاده يا دكتور الجلسات دي بتكون جماعيه يعني لكذا طفل متوحد ولا كل طفل لحده؟ حالات التوحد في الغالب التدريب بتاعها بيبقى تدريب فردي. فردي. ما اقدرش اجيب طفلين. نعم. حتى لو نفس التشخيص، حتى لو نفس البرنامج، واعمل بيهم جلسه واحده. غالبا التدريب هو تدريب فردي، امسك الطفل عشان كده بيستهلك زمن كتير ومجهود. تمام. في بقى مرحله بيبقى متقدمه بقى جدا، لما بيبقى اتحسن جدا ممكن بقى نعمل فيها انشطه جماعيه عشان نعلمه مهارات اجتماعيه زي اللعب. نعم. لكن في الغالب المراحل الاولى كلها هو تدريب فردي، بيبقى الحاضر اخصائي واحد وطفل واحد. نعم. فطبعا ده بيزيد العبء والمجهود، بيزيد حتى العبء المادي، فهماني؟ لان صحيح. التكلفه دي هتتحمل على ايه؟ على الاسره. نعم. على الطفل الواحد. نعم. يا دكتور اذا ما خدتينا يدنا على اسباب محدده فبالتالي نقول انه ما في سبيل للوقايه او التحوط ما قبل الاصابه. احنا فعلا ما فيش سبب محدد، ما زال العلم ما يعرفش سبب محدد للتوحد، اذا كان سبب وراثي ولا ليه علاقه بجهاز المناعه ولا المعادن الثقيله ولا ولا. نعم. احنا فعلا ما نعرفش. تمام. ما زال العلم شغال في الجزئيه دي، والدراسات اللي هي طالعه، لان في دراسات طبعا طالعه وبترجح احتمالات عن احتمالات. نعم. ولكن ما زالت الارقام ما ينفعش نعممها، الارقام اللي بتطلع في الدراسات لحد وقتنا هذا ما ينفعش نعممها للاطفال. ولكن من الناحيه الثانيه بعيد بقى عن الاسباب الطبيه او غيره، من نعم. الناحيه الثانيه في حاجات احنا نقدر نعملها. لا، في حاجات احنا نقدر نعملها، مثلا اهمها ان احنا ما ينفعش ان احنا نحط الطفل ده قدام الشاشات وقت طويل. نعم. ما هو التوحد ده يعني غالبا احنا بنفترض ان التوحد ده عنده استعداد عضوي، مشكله عضويه ما احنا لسه مش حاطين ايدينا عليه. تمام. نعم. بتيجي بقى البيئه يا اما تحسن الموضوع يا اما تزيد الموضوع سوءا. نعم. فتخيلي بقى واحد عنده مشكله عضويه
وكمان البيئه ما كانتش مناسبه ان انا اقعد ابني وقت طويل قدام التلفزيون او وقت طويل قدام الموبايل. صحيح هو ده مش سبب مباشر، بس ده عامل بيئي مؤثر. نعم. بيساعد جدا. نعم. بيساعد جدا، فاهماني؟ فاهم حاجه سواء ابني توحد او غير توحد، الاطفال في السن الصغير ده ما ينفعش اساسا يقعدوا وقت طويل قدام الشاشات. نعم. يعني الوقت اللي المفروض يقعدوا الاطفال قدام الشاشات في السن الصغير ده بيبقى بيتعدي بالدقائق مش بالساعات. بالدقائق مش بالساعات. ودي مشكله يمكن بتواجه كثير من الاسر، ادمان الشاشات التلفزيون والايباد وما الى ذلك من اجهزه. الحاجة الثانية الحياة وضغطها على الأسرة، بيكون برضو عايزين يلهوا الطفل يعني بشيء ما عشان يكون عندهم متسع من الوقت إنه ينجزوا فيه مهمة ثانية. صحيح، بس يعني بس ده غلط. يعني أكيد أنا نفسي يكون عندي متسع، وأكيد نفسي يعني يبقى عندي وقت أعمل فيه الحاجات دي، ولكن ده غلط كبير. الشاشات عامل مؤثر سلبي جدا سواء على التوحد أو حتى الطفل الطبيعي. نعم. الطفل العادي اللي بيقعد كتير قدام الشاشات هتلاقي عنده مشاكل. ابسطها ان هو تلاقي اللغه عنده ضعيف، تواصله البصري ضعيف، مهاراته الاجتماعيه ضعيف، انتباهه ضعيف. ده الطفل العادي حضرتك، ما بالك بقى لو طفل عنده استعداد اصلا. نعم. للمشكله. يعني احنا صحيح يعني بس زي ما اهالينا ربونا، ما احنا برضو كنا اطفال وكنا بنعمل كل الحاجات اللي بيعملوها الاطفال، واهلنا كانوا بيربونا برضه. ده برضه يا دكتور هيقودنا لانه يعني يمكن لحد التسعينات احنا ما كنا بنسمع بالمشكله دي. صحيح. فيمكن هو احنا بنقول لك عشان كده عوامل البيئه هي اللي عندها اثر اكبر في ظهور المرض. والله هو كلام حضرتك ضريبه التطور المجتمعي. هو كلام حضرتك يعني جزئيا صحيح. نعم. هو الواقع والدراسات بتقول ان مشكلة التوحد على الاقل عمالة تزداد انتشارا. نعم. فانا خريج مثلا سنة 97 من قسم علم النفس، اتخرجت اصلا ما خدناش التوحد اساسا في قسم علم النفس، فانا اتخرجت اصلا ما اعرفوش. تمام. اول دراسات قريتها عن نسبة انتشار التوحد كانت في 2000، في سنة 2000 كانت بتتكلم عن 5 أطفال في كل 10,000 مولود. نعم. يعني كل 10,000 مولود بنلاقي فيهم 5 توحد. آخر نسبة مقبولة نوعا ما يعني. نسبة كانت اتعملت في الولايات المتحدة كانت بتتكلم عن طفل واحد كل 63 طفل. نعم. ودي نسبة تخوف. كبيرة. يعلم الله إن أنا ما عنديش طفل توحد، ولكن أنا أول ما قريت الرقم ده أنا اتخضيت. إيه ده؟ احنا قدام غول. نعم. بس هل بقى اللي بيزيد هو عدد الحالات فعلا زي ما حضرتك قلتي نتيجه التطور في الحياه، الشاشات والاكل ونمط الحياه، ولا وعينا هو اللي بيزيد؟ في تفسير بيقول لك نمط الحياه هو اللي اتغير وتسبب في زياده الحالات وعشان كده الحالات بتزيد. لكن للاسف في تفسير تاني بيقول يا جماعه لا، هو الحالات مش بتزيد ولكن وعي الناس هو اللي بيزيد. زمان كانت الحالات موجوده بس. نعم. كنا بنسميها اي مسمى، لكن دلوقتي اصبح في وعي، اصبح في افلام ومسلسلات وكتب وبرامج وندوات عن التوحد، بقى حتى الناس العاديه عارفه بالتوحد. نعم صحيح. فاصبح تشخيصه اسهل من زمان، وده اللي عامل النسبه الزياده. فهل هو بيزيد فعلا ولا الوعي اللي بيزيد؟ الله اعلم، احنا ما نعرفش. نعم. في فترة ما يعني دكتور علاء راج انه التضعيم هو واحد من الاسباب، وحتى قصة عملت تشويش لاولياء الامور وفي فترة كده احجموا عن التضعيم، فبرضو عايزين نشوف يعني مدى صحة العبارة دي. هو لما تكون في ظاهرة غامضة زي ظاهرة التوحد. نعم. كل واحد بيحاول يتناول الظاهرة دي من المنظور بتاعه هو، من خلفيته العلمية، يكون في نوع من التخبط يعني. بالظبط كده. نعم. فانا واحد دراستي العلميه سلوكي، انا دارس سلوك. نعم. فهنظر للتوحد على اعتبار ان هو سلوك. في واحد طبيب هينظر للتوحد باعتباره مشكله طبيه، خدت بال حضرتك؟ نعم. الظاهره بتاعت التوحد ما زالت غامضه لوقتنا هذا. ففي اكتر من اتجاه تناولها بما فيها التحاليل. ففي فعلا دراسات منشوره بتحاول تربط ما بين التوحد وما بين التفاعل المناعي الذاتي.
نعم. احنا عندنا طبعا جهاز مناعه، وكلنا بقى اصبح عندنا وعي جامد جدا من بعد الكورونا. نعم. بجهاز المناعه بقى واضح جدا بالنسبه لنا، ده اللي نعم. بيدافع عن جسمنا لما يتعرض لميكروبات او فيروسات. ففي واحده من النظريات بتحاول تفسر التوحد بانه عباره عن تفاعل خلل في جهاز المناعه. ده بيبقى خلل في جهاز المناعه، يعني الجسم لما بيتعرض لهجوم فيروسي اما طبيعي او عن طريق التطعيمات، لما بيدخل الجسم فيروسات، هنا جهاز المناعه بيشتغل بشكل زياده جدا لدرجه انه بيعمل تشويه في الجهاز العصبي. نعم. وفي مطلعين دراسات منشوره بتقول ده. ففي اطفال لقوا ان نسبه المواد المناعيه في اجسامهم اضعاف الانسان العادي، ولكن ما زالت برضو الارقام لا يصلح ان احنا نعممها، هي تصلح على جزء صغير من الاطفال لدرجه ان احنا ما نقدرش نقول ان ده سبب. نعم. وفي طبعا اسباب تانية، في ناس حاولت تدرسه من جهه الوراثه، في ناس حاولت تدرسه من جهه المعادن الثقيله. المعادن الثقيله دي ملوثات موجوده. نعم. في الهواء او يا دكتور والشرب. يعني لو في مضاعفات كانت اثناء الحمل او في ادويه ممكن تعمل خلل؟ لا، ده لم يثبت. نعم. او على الاقل مش مطروح. نعم. يعني مش مطروح، يعني ما حدش او انا على الاقل ما قريتش دراسات بتحاول تشوف الحاجات اللي اتعرضت لها الام. نعم. يعني اغلب الحاجات اللي تناولت الاسباب حاولوا يدرسوه من جهه الوراثه، حاولوا يدرسوه علاقته ببعض الفطريات اللي موجوده في اجسامنا، الخلل في التعامل مع بعض المواد الغذائيه زي القمح واللبن، المعادن الثقيله، حاجات. نعم. زي كده، التفاعل المناعي الذاتي زي ما حضرتك قلتي، ولكن. نعم. كل دي تبقى لحد وقتنا هذا مجرد احتمالات. نعم. طيب يا دكتور، احنا لاحظنا انه في خلل وزرنا الطبيب، حلو. كيف بيتم التشخيص للحاله؟ في يعني في فحص، في اختبارات ممكن تتعمل، ولا كله معتمد على الملاحظه؟ هو تشخيص التوحد بيكون بالاعراض السلوكيه. نعم. لو حضرتك تقصدي بالفحص اشعه او تحاليل، لا مش موجود. طيب اختبارات الذكاء والاشياء دي ممكن برضو توضح مدى الاصابه او نوعه او اي النوع من الطيف مثلا؟ هو التوحد بيتعمل له اختبارات، بس مش اختبارات ذكاء. نعم. هو مش اختبار ذكاء، تمام؟ هو بيتعمل حاجه اسمها دراسه حاله في الاول خالص، زي ما حضرتك بتروحي للطبيب كده وبيسالك عن بياناتك الاساسيه في الاول، وبعدين بيقول لك. نعم. بتعاني من شنو؟ تمام؟ نعم. فنفس الشيء المفروض ان الطفل لما بيجي بناخد البيانات الاساسيه وناخد التاريخ، وبعد كده بنشوف الاعراض اللي الاسره بتشتكيها. تمام؟ نعم. فلما بنلاقي ان الاعراض اللي الاسره بتشتكي منها دي موافقه للاعراض اللي احنا دارسينها عن التوحد، بنبتدي هنا بقى نعمل اجراءات مقننه، زي ان احنا نطبق معايير واختبارات. بس الاختبارات هنا مش اختبارات ذكاء، في اختبار اسمه مثلا جيليام، اختبار اسمه كارز، ودي. نعم. عباره عن اعراض احنا بنسال الاهل عليها او بنحط الطفل تحت الملاحظه. تمام؟ هو في النهايه بيتشخص بالاعراض السلوكيه. نعم. عنده السلوك الفلاني او ما عندوش. في حد ادنى كده من الاعراض لازم يبقى موجود. لو موجود وتاكدنا موجود بالاسئله والملاحظه، فهو كده بيتم تشخيصه بالتوحد. نعم. طيب يا دكتور، يعني اذا قلنا مثلا يعني دي اعراض واضحه وده الكلام ده، معناته بعدين حيكون في صعوبه تعلم؟ يعني اي طفل توحد حيكون عنده صعوبه تعلم، عنده مشكله في الذكاء، ولا ما مرتبطه بالقصه؟ هي مشكلة التوحد الأساسية مش الذكاء. نعم. مشكلة التوحد الأساسية هي التواصل، الفهم والإدراك. يعني هو ذكي وفي 10% نعم. منهم ذكائهم فوق العادي، لأنه بنشوف نماذج. أيوة، بنشوف نماذج يعني مشرفة بأنه بيقدروا يعني يصلوا حاجات حتى الإنسان العادي ما بيقدر يعملها. صحيح. نسبة العبقرة أو التفوق في الإنسان العادي 1%. نعم. لكن نسبة العبقرة والتفوق فوق العادي في التوحد 10%. سبحان الله. في 10% من حالات التوحد عندهم قدرات فوق الإنسان العادي. نعم. ففي أطفال أنا كنت المدرب بتاعهم، يعني أنا اللي علمته أصلا، ومع ذلك الطفل ده عنده قدرات أنا نفسي أتعلمها منه. طب أنت اتعلمتها إزاي؟ نعم. ففي طفل مثلا من الأطفال عنده استعداد حضرتك تقول له أي تاريخ في الماضي او في المستقبل، يقول لك ده يوم ايه؟ فتقولي له مثلا قول لي يوم 21/8 سنة 1975 ده كان يوم ايه؟ يقول لك يوم 3.
سبحان كأنك الله كأنك بتقول له صباح الخير. طب دي انت عملتها ازاي؟ نعم والله في بنت وانا اللي علمتك. انا اللي علمت اقول له يا ابني انا علمتك حاجات كتير قوي بس ايدك علمني. ايوه سبحان الله. انا في طفل بيت والله امسك الاجنده كده واختبره في التواريخ. نعم. كانه حافظها صم. في اطفال حفظوا القران بالكامل من غير ما حد يعلمه لهم، سماعي كده فقط. نعم سماعي تمام. وممكن عنده استعداد يبقى عارف دي سوره ايه والايه رقم كام والصفحه رقم كام. سبحان الله. احنا حنشوف برضو حنسال عن حاجات كثيره يا دكتور، ونشوف نعرف انه كيف ممكن نتواصل مع الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد. لكن اعزائي المشاهدين فاصل قصير ومن ثم نعود نواصل. اهلا وسهلا والف مرحبا بك. اهلا بك الاخصائي النفسي علاء شحاته، يا مرحبا بك. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا لسه مواصلين في كثير من الاسئله حول اضطراب طيف التوحد، وبقفنا انه نقول الطفل المصاب بيقدر يعبر عن احتياجاته النفسيه او الطبيعيه في الحياه. طفل التوحد زي ما قلت لحضرتك قبل الفاصل هو مشكلته كبيره، اكبر مشاكله في التواصل. نعم. كل اشكال التواصل ضعيفه شديد، تواصل بالعينين، تواصل بالاشاره، تواصل بالكلام، بالإيماءات، كل وسائل التواصل هي أضعف. نعم هي أضعف، فدي أكبر مشاكله. إحنا عندنا نص 50% تقريبا، من 50 لـ35% من الحالات توحد غير ناطق أساسا. فإحنا عندنا نسبة كبيرة من الحالات حوالي التلت أو النص هو غير ناطق. حتى الناطق ممكن ما يقدرش يعبر عن كل احتياجاته. نعم ممكن يعبر عن كم احتياج، لكن بعض الاحتياجات من نوعية مثلا ان هو زهق او ان هو خايف او ان حاجات زي كده ممكن ما يقدرش يعبر عنها، او جعان او ممكن. تمام. ده مين الناطق. احنا عندنا مشكلة اكبر مع الغير ناطق. نعم. وهو خاصة ان التوحد ما بيقدرش يتعامل بالاشارة، لغة الاشارة زي الصم ما يقدرش. تمام. فالتوحد الناطق احنا بقى بنحاول نعلمه انه يطلب بالكلام ويعبر عن احتياجاته. نعم. تمام. الغير ناطق احنا في برنامج اسمه التواصل عن طريق الصور، بنعلم الطفل ده ان هو يتواصل بالصور، يدي لحضرتك صوره كده معناه انه عطشان، صوره كده معناه انه جعان، صوره كده معناه عايز يخش الحمام، وهكذا. لان هم طبعا مشكلتهم الكبيره في التواصل، هو يعجز تماما عن التواصل بالعينين او بالكلام او بالاشاره. نعم سبحان الله. يعني ده عبء كبير واقع على الاسره ما في شك، يعني على الاسره وعلى الطفل. نعم صحيح. تخيلي حضرتك انا لو عندي شويه صداع بقول انا تعبان مش عاوز اروح الشغل وكده، ما بالك ده انسان ممكن يكون مثلا عنده مثلا يعني ضرسه بيوجعه، هو مش هيعرف يشاور لك كده. نعم. مش هيعرف يقول لك ان في الاشاره دي كده، مش هيعرف يعملها اصلا. فبالتالي هو هيصرخ ويصوت ويعض ويضرب ويكسر. وجع الم السنان ده حاجه جامده جدا. نعم. محدش يتحمل اهو ده، ومش هيعرف يشاور لحضرتك بالمنظر ده. فطبعا ده عبء شديد على الطفل وعلى اللي بيرعاه. صحيح. لما يكون عندي طفل بيكسر وبيعض وبيعمل الحاجات دي كلها وانا مش عارف هو مشكلته ايه اصلا. نعم. ومن حاجات المعروفه عن التوحد ان هو يقول لك بيبكي بدون سبب. يعني من الاعراض اللي كتير كتاب عن التوحد بيكون في سبب لكن احنا جاهلين السبب. بالظبط كده. هو في سبب الاكيد. نعم. ان في سبب بس احنا ما نعرفش ايه السبب، وربما السبب يكون حضرتك ما تتخيلهوش، لان الحالات دي ممكن يبقى عندها خلل في الحواس. نعم. خلل الحواس ده يخليه بيعاني من بعض الحواس اللي احنا شايفينها عاديه، هي نعم. بالنسبه له لا يعني ما يقدرش يتحملها لا تطاق. يعني مثلا حضرتك ممكن تتحملي صوت المروحه او نعم. تتحملي صوت التكييف وده بالنسبه لك ايه؟ عادي عادي جدا. ممكن بالنسبه له ده حاجه قاتله، حاجه لا تطاق. احساس الملابس على الهدوم نعم. ممكن يبقى بالنسبه له شيء لا يتطاق. حضرتك حاطه برفان، ممكن ريحه البرفان دي بالنسبه له مزعجه، حاجه تخنق مش مزعجه. كأن جبت نشادر لحضرتك كده وحطيتها لك في 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 انفك. تمام. هيك لو حطيت لك نشادر كده هتعملي ايه؟ هتصوتي وهتضربي كده يعني. الكلام ده محتاج ملاحظه شديده يعني جدا جدا. الاطفال دول
واحدة من مشاكلهم الكتير انه عنده خلل في الحواس. نعم. الحواس بتاعت الطفل التوحدي مختلفة عن الحواس بتاعتنا، او احساسه بها مختلف، وكأن الولد ده عايش في عالم تاني غير العالم اللي احنا عايشين فيه. صحيح. فهو بينتبه لامور احنا ممكن ما ننتبهش، بيعاني من امور احنا نبقى مستغربين. نعم. ممكن تلاقي حضرتك مثلا يرفض اصناف من الاكل عشان ريحتها، يرفض مثلا الحمام عشان الليفة او نقط المية اللي بتنزل على جسمه من الدش، ما يستحملها، ما يستحملهاش. طيب يا دكتور، ممكن اقول العلاج المتاح والى اي مدى ممكن يعني يحدث تغيير بعده؟ يظل العلاج المتاح بنسبة 98% لحد وقتنا هذا هو التدريب. نعم. بنسبة 98% العلاج كله على التدريب، ان احنا ندرب ونأهل الطفل ده. المتاح لحد وقتنا هذا تدريب على تنمية المهارات، يعني احنا ناخد الطفل ده في سن مبكر زي ما حضرتك قلتي. نعم. نبتدي ندربه المهارات الأساسية اللي كان مفروض يتعلمها وما تعلمهاش. مش بيعاين في العين نعلمه يعاين، مش بيقشر نعلمه يقشر، مش بيقلد نعلمه يقلد. نعم. تمام. ده اسمه تنمية مهارات. من ضمن الجلسات اللي بيتم تأهيل الطفل عليها النطق والكلام، ان احنا نديله جلسات عشان نطق والكلام، جلسات تانية عشان معالجة خلل الحواس لو موجود، اللي هو موجود بنسبة كبيرة جدا، تقريبا 94% منهم عندهم خلل في الحواس. فغالبا الطفل ده على الأقل من الناحية التدريبية فقط بيحتاج ثلاث أنواع من الجلسات: جلسات لتنمية المهارات، جلسات للتخاطب، جلسات للتكامل الحسي. ده على الأقل. ممكن تؤدي نتيجة يعني في أي وقت؟ يحصل تغيير وإدراك وفهم. هو بيؤدي إلى تغيير في كل الحالات الحمد لله. نعم. بس التغيير قد إيه بعد دي هو ده اللي بيختلف. فتقدر تقولي مثلا عندك 20% من الحالات بتتقدم تقدم جميل جدا جدا، وممكن الولد ده يلتحق بروضة وتمشي أموره ظابطة وعادية جدا. نعم. تمام. في 50% من الحالات بتتقدم وممكن يندمج في روضة، ممكن يندمج في مدرسة، بس مازال إلى وقتنا هذا محتاج جلسات. مازال أنا ما أقدرش أودي المدرسة لوحده. نعم. لازم أودي معاه شادو تيتشر. تمام. في 25% من الحالات يتقدم، تمام، ولكن مش للدرجة اللي تخليني أقدر أدمجه. نعم. فهماني؟ فكله بيتقدم، بس بيتقدم قد إيه هي دي اللي تفرق بقى. تفرق بقى حسب سن الطفل، صعوبة الحالة، اهتمام الأهل. نعم. توفيق من ربنا طبعا. تمام. دي الحاجات اللي هتفرق تخلي الطفل ده يتقدم قوي أو نص نص أو تقدم ضعيف. نعم. في كل الحالات احنا نسعى يعني للعلاج، وبعدين ان شاء الله يعني ربنا يكتب لنا. احنا ما عندناش حل تاني. ايوه. يعني لا نسعى ان شاء الله. انت ما عندكش حل تاني، احنا ما قدمناش خيار تاني غير ان انت تسعى وتضر. نعم. يعني رفاهية انك تيأس دي مش موجودة. يعني ممكن حد ييأس من اي حاجة فيخليها. نعم. لكن اللي عنده طفل انت ما عندكش الرفاهية دي اصلا. انت مضطر تشتغل حتى لو كان الامل ضعيف، انت مضطر تشتغل على ده. نعم. قبل اتكلمنا على الدعم النفسي للأسرة اللي فيها طفل متوحد، والقصة دي خصوصا على الأم يا دكتور، يعني ما قصة سهلة، بتنزف المشاعر، بترهق جسديا، فمقترحات للنصح انه يعملوا شنو امهات؟ والله هو وجود طفل ذوي احتياجات خاصة او طفل توحدي على وجه الأخصوص في أسرة هو عبء كبير. نعم. عبء مادي وعبء نفسي وعبء كبير جدا جدا. وجود طفل زي ده في الأسرة قد يقوي الروابط بينها، لو هي قوية في الأساس هيقويها ويخليها أسرة متكاتفة. نعم. ومتعاونة عشان خاطر مصلحة الطفل ده. لكن للأسف لو الأسرة دي في الأساس في ضعف في الروابط الأسرية مثلا بين الزوجين والكلام ده كله. نعم. وجود طفل زي ده ممكن يضعف الروابط الأسرية أكتر وأكتر. تمام. فالأسرة طبعا بتمر زي ما قلنا بمراحل نفسية كتير. تمام. منها الصدمة، فالإنكار، فإنها تستوعب المشكلة. هنا محتاجة حد يرد عليها. نعم. هي محتاجة حد تكلمه فيرد عليها،
زي مثلا انا ابني اصيب بحساسيه صدر، فكنت محتاج الدكتور اللي يفهمني ايه الموضوع وايه اللي ممكن متاح اعمله ودوري ايه والكلام ده كله. هي محتاجه حد يستوعب ده تمام، في انه يتفهم حتى لو الاسره دي لسه في مرحله انكار او مرحله صدمه، يتفهم ده خدت بالك ويستوعبه ويتقبله، يبتدي يديهم الارشادات اللي المفروض عليهم يعملوها، دورهم كاسره ايه تمام، يوضح لهم الـ 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 الاحتمالات. لان في اسره عايز اقول لحضرتك من الصدمه بتاعتها تفضل تلف على الدكاتره. نعم. وده يعني غير الاستنزاف النفسي فاستنزاف مادي. صحيح. فتلف على كل الدكاتره. في النهايه الطريق واحد يعني. الطريق واحد، بس بالعكس ده كده اخرته. نعم. تاخرته. ممكن تقعد تلف على كل اطباء السودان ما يعجبهاش، تروح مصر ما يعجبهاش، تروح الهند ما يعجبهاش، لان لسه بتدور على راي مختلف. يا اما تبرير الحال او استعجال للنتيجه يعني بيكون البحث عنها. انت ذكرت انه روابط الاسره يمكن يعني واحد من الناس المنتسبين لمنظمة أيدي لا تمل ذكر بأنه معظم الحالات اللي بتجي الأم لوحدها لأنه بيكون أصلا حصل انفصال، وده من واقع المجتمع الذكوري يا دكتور في أنه بحملوا الأم أكثر من طاقتها. يعني إذا حصل خلل زي ده غالبا ممكن الزوج أو واحد من أطرافه يوهموه بأنه القصة دي خلل من الزوجة، وعشان ما يكون في احتماليه انها تجيب طفل ثاني فانت احسن شنو؟ لا تتحمل العبء بتاع الطفل ده ولا تغامر بانه تجيب طفل متوحد في المره الجايه، فعشان كده بيكون يعني قرار الانفصال هو للاسف ده بنلاحظه فعلا. يعني ده بنجده وبنلاحظه فعلا يعني. فالام متهمه ان ما كانش بيولوجيا فعلى الاقل بتتهم ان هي اهملت. نعم. فهي للاسف هي متهمه في كل الاحوال. وهي ما عندها اي دخل في القصه. هي ملهاش دخل. نعم. هي ملهاش دخل، وانا ولا اي حد من الساده المشاهدين يضمن ان 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 اولادي يبقوا كويسين. نعم. مفيش ضمانات. مفيش ضمانات. نعم صحيح. يعني من باب الطرفه يا دكتور انا عندي طفلي هو طبعا الشغف بتاع الاطفال وعدم القرايه وما الى ذلك. فواحدة من المرات كده وانا متعصبة قال لي يا ماما ما تقولي الحمد لله ما جيتك متوحد. بسم الله ما شاء الله. أيوة حكيم. ده على جنب الصدمة يعني، قال لي خلاص اسكتي بس ما تقولي حاجة. سبحان الله ربنا يحفظ كل العيال ان شاء الله، يعين الاسر انهم يعني يجاهدوا في المسيرة الطويلة دي. هو جهاد للأمانة فعلا، لفظ جهاد هو لفظ يعني مناسب جدا. نعم. جهاد مادي وعصبي وبدني. يعني الاسره مش بس بتودي ولادها الجلسات، يعني الاسره مش بس بتروح تدبر الجروش وتروح تودي ولادها الجلسات، بالعكس ده بيبقى محطوط عليهم عبء شديد جدا ان هم يشتغلوا عدد ساعات كتير جدا في البيت. نعم. يعني احنا هنا في المنظمه بنطلب من الام انها تشتغل في اليوم الواحد 6 ساعات. ده زمن طويل في زخم الاحداث اللي احنا عايشينه. ويا ريتهم 6 ساعات متصلين، يعني مثلا من 10 ل 4 وخلصت وكده بقت فاضيه، لا ده الست ساعات متفرقات، يعني في فواصل في النص، فالزمن هنا هيزيد هيوصل ل 8 9 ساعات كده تقريبا كل اليوم. كل اليوم. هي تقريبا كده كل اليوم. ده والاسره اللي ما بتعملش كده احنا يعني للاسف احنا بنتهمها بالتقصير وبنضغط عليها شديد. نعم. طبعا وده بكون في اطفال تانيين، في اخوان وعايزين رعايه، اطفال تانيين وربما اذا في اسره ممتده بتشتغل. اسره بيت كبير عليها اعباء تانيه. بس انا كمتخصص انا هعمل ايه؟ يعني انا مضطر اضغط عليك لان هو ده قضيتي، القضيه بتاعت الطفل التوحدي هو ده القضيه بتاعتي. نعم صحيح. زي ما حك يعني لا قدر الله حد يروح للطبيب يقول له لازم عمليه، لو هو لازم عمليه هيقول له لازم عمليه. نعم. ما في مجامله بالظبط. مش هيسالك الطبيب بقى هتجيب قروش العمليه منين، طب هتعمل ايه في الشغل، مش هيسالك. هيقول لك لازم عمليه، انت اتصرف بقى. احنا للاسف احنا كمان بنضغط على الاسره ونقولها لازم تشتغلي وست ساعات ونضغط على اعصابها شديد عشان تشتغل. للاسف احنا كمان بنمس العبء. نعم. ده يخلي الاسره ذاتها هي عايزه عون نفسي وعايزه دعم. كنت عايزه اقول الطفل التوحد بيفهم مشاعر الاخرين تجاهه، يعني اذا كانت مثلا الام متعصبه ومتضجره
إذا كانوا ناس عاطفيين عليه بيقدر يفسر الحاجة دي؟ هو والقصة دي ممكن تحسن الحالة أو تؤدي الانتكاس. هو بيفهم ده جدا. نعم. بس هو بيعرفش يعبر عنه. يعني هو يقدر يفهم من تعامل حضرتك معاه إذا كنت أنت حضرتك بتحبيه. نعم. ولا لا. بس هو بقى قدرته على التعبير عن مشاعره دي مش موجودة. فللأسف قد يكون تعبيره عن مشاعره دي في صورة سوء سلوك. فالطفل مثلا لو حس ان 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 حضرتك مثلا مش بتحبيه او حس بالاحباط نتيجه حضرتك التعامل مثلا مع اخصائي من الاخصائيين مش هيقول انا زهقت كفايه انا ما داير اشتغل مش هيقول الكلام ده اصلا. التعبير سلوكي هيظهر بقى في صوره انه يعض ايده يخبط على راسه يدفج الحاجات. نعم. فهو مش هيعرف يعبر بالاسلوب المقبول بس هو بيفهمه جدا. نعم. السلوك العدواني ده يا دكتور عنده يعني سبيل بتاع احتواء او يخفف من حدته او كده؟ هو في طرق تعديل السلوك. هو لما يكون في طفل عنده سلوكيات زي كده اول حاجه احنا محتاجين نفتش عشان ايه. ليه هو بيعمل كده؟ ففي واحد مثلا من الاطفال بيتضايق من الاصوات. نعم. فكل ما هيسمع صوت مزعج هيضرب. في طفل منتظر دوره في الفحص قاعد مع مامته ففي طفل تاني صرخ راح ضارب مامته. نعم. معايا؟ عشان هو منزعج الصوت. من صوت ده. نعم. سبب. طفل تاني لو حس بالملل او الاحباط داخل الجلسه ممكن يقلب الحاجات ممكن يصرخ ممكن. فهو بيبقى دور المهم الكبير اللي يمكن قعدنا نشرح فيه يومين هنا في الكورس. نعم. ازاي تحلل ليه الطفل بيتصرف كده على الرغم ان هو غير ناطق. فاحنا ازاي نفهم شخصيته؟ ازاي اعرف ان هو دلوقتي مل او ان هو دلوقتي محبط؟ دي مدرسه يا دكتور. جدا جدا. يعني احنا عليك بنتكلم مع ناس متخصصين. انا مش بتكلم مع انا بتكلم مع ناس متخصصين ومع ذلك قعدنا 8 ساعات ندي في امثله ازاي احلل سبب الضيق او الضرب او الانزعاج عند الطفل ده. نعم. تمام. وهو غير ناطق ودي حاجه لحد كده ما بيتكلمش هو زعلان ودورك بقى ان انت تعرفي هو زعلان من شنو. تفتش وتحلل بالظبط عشان تفسيرك هيتبني عليه العلاج. صحيح. يعني انت لما تفسري هو بيبكي يعني بزوال المؤثر بيزول بالظبط. نعم. بس بقى لو فسرنا غلط هنا الكارثه الكبيره وده للاسف بيحصل كتير. لما نلاقي الطفل بيضرب او بيعمل الكلام ده كله ففي تفسيرات سهله ساذجه جدا وهي خاطئه من نوعيه ان هو كده بيتدلع من نوعيه كده ان هو عدواني اصله. نعم. عنيد اصله بيستفزني وهو مش بيعمل كده خالص وممكن نعنفه كمان في الوقت ده فعلاً. ويزيد الأبسوط. يعني النهارده يعلم ربنا النهارده كان معايا حاله زي كده. نعم. النهارده الام جايه بتقول لي ابني بيستفزني وهي بتتكلم وهي مشحونة شديد بتقول لي بيستفزني وهو مش بيستفزها ولا حاجة. كل ما هنالك ان هو لما بيجي يتعلم حاجة صعبة خدت بال حضرتك. نعم. هو طريقة تعبيره عن الإحباط ان هو بيضحك يقعد يضحك ويقعد يتنايل كده. نعم. هو ده بيحصل بس مع الحاجة اللي هو شايفها صعبة فغالبا ده مربوط هي شايفة ان هو بيعمل كده عشان ايه بيستفزها. نعم. معاندة. تفسيرها ان هو بيعاند هيخليها تعمل ايه؟ تعنف. صحيح. وتزعق وحاجات زي كده. فدي نقطة خطيرة جدا عشان كده يعني احنا اديناها يومين وما مش نعم احنا مفترض نلتمس لهم العذر في اي حاجة يعملوها. لا احنا مش عايزين نلتمس العذر عشان ما يتحولش الموضوع لحماية زيادة ورعاية زيادة عن اللازم لان في اوقات انا لازم اكون حازم. نعم. يعني مثلا لما الطفل يجي ياخد مثلا عايز يجي ياخد حاجه مش من حقه عصير او حلاوه مع طفل تاني انا لازم اقول لا. طبعا دي قاعده اجتماعيه احترام الملكيه دي قاعده اجتماعيه وهي. نعم. مش عنده بس هنا الصح ان انا لازم اعلمها له. يمكن يبكي لازم امسك نفسي واجي على نفسي شويه عشان يتعلم القاعده الاجتماعيه فانا. نعم. كده علمته سلوك اجتماعي مقبول لكن ما ينفعش اتعاطف لدرجه اقول له طب خد انا كده زودت الموضوع. نعم. عشان كده نرجع تاني للنقطه بتاعت التحليل. التحليل ده شيء خطير جدا. نعم. نقف يا دكتور عند الوصمه.
كثير من الناس بتفهم انه يعني دي عله وده عيب في الاسره انه يكون في طفل مصاب بالتوحد. وكثير من قرار الاسر بيكون العزله الاجتماعيه للطفل ده ما بيكون بيطلع نهائي مع قرانه مع اخوانه، حتى لو جاء ضيف في البيت فبيكون هو معزول في مكان بعيد لحد ما الضيوف يمشوا. القرار ده سليم خطير تفسير له؟ هو للاسف ده في الثقافه بتاعتنا. نعم. يعني احنا عندنا استعداد نتقبل واحد راح 20 مره لدكتور امراض بطنه او اي تخصص ثاني، ولا نتقبل انه راح مره لدكتور نفساني. نعم. دايما اي مشاكل ليها علاقه بالجوانب النفسيه احنا مش بنتقبلها، ومرتبطه بشعور الوصمه زي ما حضرتك قلتي. نعم. تمام. ده بيدفع الناس لتصرفات غلط كتير، منها اقل حاجه اللي حضرتك قلتي عليه ان هو يبتدي ينغلق. للاسف ده هياخر الحاله، الولد هيمشي يكبر، كل ما هيكبر كل ما مشاكله هتكون اكتر. نعم. الولد التوحدي كل ما هيكبر في السن اذا ما اتعالجتش المشاكل في السن الصغير كل ما مشاكله هتبان اكتر وهتزداد الاسره انغلاق اكتر. نعم. ربما لو في عرس، لو في مناسبه اجتماعيه ما تقدرش تروح بيه عشان خاطر سلوكه. نعم صحيح. تمام. فربما شعور الوصمه ده هو اللي اخرهم ان هم يروحوا. لا، في بعض الاسر كانت بتفضل ان هي تجيب اخصائي من مصر عشان ما تروحش مركز موجود في السودان او كده، عشان تقدر. نعم. تداري على الموضوع. لا حول يا ربي. انا قابلت الموضوع ما عندنا فيه يد، وزي اي مرض من الامراض يعني ما فيش حد يضمن نفسه بما فيهم انا. نعم صحيح. حتى في سننا ده انا ما اضمنش ولا اي حد يضمن نفسه ان بكره ولا كمان ساعه هيكون من الناحيه النفسيه. بقى خلينا نتكلم عن الناحيه النفسيه، بلاش الناحيه العضويه والحواس، نتكلم عن الناحيه النفسيه ان انا لا اصاب بالامراض النفسيه او غيره من الامراض. صحيح. مفيش اي ضمانات، ده هي يعني الانسان بيعتبر ان دي من الامتحانات اللي ربنا بيبعتها لنا. نعم. هو ربنا بيبعت لنا امتحانات، وشاء حكمته ان هو يمتحن بعض الاسر بوجود طفل توحدي. نعم صحيح. ان شاء الله يقدروا يعني يجتازوا الامتحان بنسبه كويسه. دار اقول التغذيه يا دكتور عندها دور او في تغذيه محدده بالنسبه لطفل التوحد؟ هو في بعض النظريات اللي بتحاول تتناول مشكله التوحد بتقول ان التوحد قد يرتبط ببعض المواد الغذائيه زي القمح ومنتجاته والالبان ومنتجاتها، وده زي بقيه الاسباب لا يصدق على كثير من الاطفال معايا. نعم. بس على الاقل هو بيصدق على فئه من الاطفال، وفي تحاليل ونقدر نثبتها في. نعم. اطفال عندها مشكله مع منتجات القمح ومنتجات الالبان. تمام. فلو الطفل ده اتعمل له تحاليل وثبت انه عنده المشكله دي، فالطفل ده لازم ياكل اكل خالي من الكازين اللي هو منتجات الالبان. نعم. والجلوتين وهو منتجات القمح، ودي حاجه غالبا هي مش متوفره لان هي مستورده، ولو موجوده فهتلاقيها بسعر فوق الخيال وفوق الوصف. فاحنا طبعا بنحاول ندي بدائل من البيئه. نعم. يعني هيك في دول تانية هتلاقي في قسم كده في السوبر ماركت منتجات خالي الكازين وخالي الجلوتين. تمام. لكن ده مش موجود عندنا. نعم. والموجود احنا مش هنقدر عليه، يعني اللي موجود مش هيقدر عليه اي حد. نعم. عامه الناس مش هتقدر. تمام. فاحنا بنضطر بقى ان احنا نحاول ندي بدائل. ومن اصعب الحاجات العيش. ازاي هياكل عيش؟ ما هو القمح ده يعني من اهم حاجات اللي فيه العيش، وبالذات لو الطفل ده بيروح روضه بيروح مدرسه عايز ياكل سندوتش. ده غير انه العيش ده هو في الهرم الغذائي بالنسبه ده من الاساسيات اللي احنا بنعتمد عليه. صحيح. فتخيلي بقى اسره بنقول لها لا الطفل ده ما ياكلش عيش. الاصعب من كده بقى ان الطفل ممكن يخطف من اخواته. نعم صحيح. الكنترول صعب. صح. ففي اب من ضمن يعني لما وصل لدرجه من الاحباط لانه بيخطف من اخواته كتير ما شاء الله. نعم. فالراجل منع العيش على البيت كله. والله عقاب بالجمله. شوال بطاطس وكله بطاطس. ايوه كله بطاطس. ما يعني ما هو بيحصل اخطاء. نعم صح. يعني بيتعاملوا مع العيش ده سوري في التشبيه يعني معامله المخدرات، بيخبوه. حاجة محرمة محرمة محليا دي. بالظبط. ففعلا. نعم. التغذية قد يكون لها دور
مع بعض الأطفال. نعم بيفهم يعني يا دكتور يعني العقاب والثواب، ممكن يفهم وممكن يجيب معه نتيجة في تعديل السلوك. بس حضرتك هو تعديل السلوك يعني أكبر بكتير من العقاب والثواب. نعم يعني احنا يعني شغالين هنا كورس في تعديل السلوك 9 أيام، العقاب يعني واحد من الأساليب، يعني 9 أيام شغالين منهم العقاب معايا. فالعقاب مش هو تعديل السلوك، تعديل السلوك أعم وأشمل بكتير جدا جدا. نعم. من ضمنها العقاب. تمام. نعم. فهل ممكن يفهم العقاب؟ ممكن يفهم العقاب، بس شرط ان يكون العقاب هو الاسلوب المناسب في الموقف ده، لان في مواقف تانية ما ينفعش فيها العقاب. نعم. يعني المثال اللي قلت لحضرتك فيه الطفل لا يحترم الملكية وجاي يخطف، ده ما ينفعش فيه العقاب. ينفع فيه ان انا احط قاعدة او مبدأ ان انت ما ينفعش تاخد حاجة مش حاجتك، هو هيبكي تجاهله. نعم. معايا؟ فالشيء الخطير ان انت تكون مختار الطريقة الصح في تعديل السلوك، لان تعديل السلوك طرق كتير جدا جدا، العقاب واحد منها. لكن نعم. للاسف المعتقد الشائع ان تعديل السلوك صواب وعقاب. لا. نعم. الموضوع اكبر من كده بكتير يعني، وده اللي احنا بنحاول نعلمه للناس، ان في طرق كتير جدا جدا، انت لازم تفكر وتختار الطريقه المناسبه للحاله دي. نعم. يا دكتور اذا قلنا مثلا الاطفال طبعا هم اصلا بيلعبوا وبيحتاجوا للترفيه، شنو الألعاب المناسبة اللي ممكن يحصل بعدها استرخاء أو تبهر الطفل بتاع التوحد أو تكون مناسبة مثلا؟ هو للحظ السيء أنه ما بيعرفش يلعب. سبحان طفل الله. التوحد للأسف ما بيعرفش يلعب، فإحنا بنوصفه أنه عنده ضعف في الاهتمامات. نعم. لو حضرتك جايب له دولاب ألعاب هو مش هيهتم بالألعاب، هيجيب له عربيات ومسدسات وعرايس ومجسمات حيوانات، لكن للاسف هو مش هيهتم بالحاجات دي. نعم. وهتلاقي عنده اهتمامات تافهه شديد، غطاء جاروره، شعره، فتله، ورقه حلاوه، دي ممكن تبقى اهتماماته، واحنا بنقعد نبذل مجهود عشان نعلمه يلعب. تدي نعم. جيبي له العربيه هو مش هيلعب بيها كعربيه، هو يقعد يلف العجله بتاعت العربيه، او يقعد يمسك شعر العروسه كده، او يقعد يلعب في عينيها اللي بتفتح وتقفل. هو نعم. احنا بنحتاج من ضمن الحاجات اللي نعلمها له ان احنا نعلمه يلعب. عموما احنا يعني طبعا لما الاسره بتبتدي تشتري العاب وبتاع، فاحنا بنقول لها ممكن تجيب الالعاب ونعلمها له، ولكن طبعا احنا بنقول لهم يعني يبعدوا تماما عن الشاشات، الايباد والموبايلات. نعم. والتلفزيون والكلام ده كله هو لازم يبعد عنه تماما. يعني ممكن يحصل تفاعل او استرخاء مع الموسيقى او الحيوانات الاليفه في البيت. هو ما بيخافش من الحيوانات خالص على فكره. الطفل التوحدي ما بيخافش من الحيوانات خالص، وعنده استعداد يروح يتعامل مع الكديسه والكلب بشكل حضرتك نفسك، انا ما اقدرش اتعامل معاه. ايوه. هو ما بيخافش منهم خالص. نعم. وممكن يتفاعل معاهم، بس طبعا نتيجه مشاكل حسيه ممكن يعني يعمل تصرفات مش مظبوطه معاهم يعني. نعم. تمام. لكن هو بيقدر يتفاعل مع الحيوانات يعني. نعم. احنا برضو عايزين يمكن على مشارف الختام هذه الحلقة، لكن ضروري نتكلم عن الدعم المطلوب للأسرة، سواء كان هذا الدعم من الأهل، من الدولة، يعني شكل التخطيط لدعم يعين الأسرة على تجاوز المحنة. هو يعني احنا يعني كويس خالص ان احنا، وانا اعتذر على المحنة لانه ممكن تكون منحة يا دكتور يعني. صحيح. أيوة. صحيح. احنا كويس يعني على الاقل ان احنا نلقي يعني ايه الضوء على المعاناة اللي بتعاني منها الناس دي. نعم. الاسرة العادية اللي هي ما عندهاش مشاكل زي كده في الاساس هي بتعاني. الناس العاديين بيعانوا، واصلا الوضع الاقتصادي بيجي صعب والحياة بيجت. تخيلي بقى حضرتك في ظل هذه المعاناة يبقى عندي طفل محتاج عدد جلسات قد كده في الشهر لتنمية المهارات، محتاج عدد جلسات قد كده لتعديل السلوك او التكامل الحسي او التخاطب. نعم. تمام. ده عبء فوق العبء. ناهيك بقى ان هو ممكن يكون محتاج زيارات لدكتور وادوية وحاجات زي كده، دي اعباء مادية كتيرة جدا. صحيح. جدا. يمكن مادية ونفسية بالضبط. يمكن ال 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 الدول الغنية شوية هي بتدعم الاسر دي وهي بتتكفل بالجلسات والعلاج. نعم. احنا هنا كل ده بيبقى موجود على الاسره يعني. حتى مثلا منظمه
أقول اسمها، ايوه ايدي لا تمل. منظمة أيدي نعم لا تمل، نعم يعني صحيح والله، هم مجهود بيحاولوا يقدموا مشرف. الجلسات دي بسعر منخفض كتير عن سعره بره، لكن هم نفسهم بيعانوا، هم محتاجين دعم. هم نفسهم بيعانوا، بيعانوا برضه، ما هم هو موجود وعايز يدفع للأخصائي قروش، وإلا الأخصائي اللي أنا دربته وعلمته هو كمان أول ما هيتعلم هيسافر على طول معايا. فالأسرة يعني الدعم المادي والمجهود اللي محتاجاه كتير جدا جدا. نعم فيعني في ظل الظروف الواحد طبعا مش قادر يقول حلول ايه، بس اقل حاجة ان الأسرة الكبيرة حتى تتكاتف. اما كانش ماديا، يعني ما كنتش قادر ادعم اخويا او اختي دعم مادي، مش نعم قادر، على الاقل بالمجهود. انا بقول لحضرتك الطفل ده محتاج عدد ساعات كتير نعم ممكن نشاركهم في الرعاية. بالظبط كده، يعني بدل ما ان انت مثلا تكسر قواعد او تحاول تدلع الولد او ان انت تعمل له حاجه زي كده. نعم يعني انا بقول اللي بيحبه يشتغل مع ساعه، نعم يعني اللي صحيح حابب يشتغل مع الطفل ده او حابب الطفل فعلا ان هو يشتغل معاه، فعلا مجهود كبير جدا جدا. نعم عدد ساعات 6 ساعات ده رهيب، ما بالك لو حضرتك الام دي بتشتغل، ده حاجه كتير خالص نعم يعني. صحيح. عايز اقول يا دكتور، بمرور الوقت ممكن يحصل يعني مثلا اعراض تخيف او مرحله المراهقه، شو بيحصل لقدام مع يعني نمو الطفل؟ هو زي ما قلت لحضرتك الحمد لله كل الحالات هتتقدم، بس نعم تقدم بنسبة ايه هو ده اللي هيختلف من حالة لحالة. احنا طموحنا ايه؟ طموحنا طبعا الطموح بيختلف حسب الحالة. نعم في طموح قد يقف عند مستوى ان الولد ده يستقل، نعم يعني يعتمد على نفسه في الاكل وفي الشرب وفي وهكذا، تمام، يرعى نفسه داخل البيت، مش محتاج حد يحميه، مش محتاج حد يلبسه. في اطفال بتتطور لحد الحمد لله ان هم يشتغلوا، في اطفال ممتاز بتشتغل فعلا، نعم وفي اطفال بتكمل في مراحل تعليميه. احنا معانا اطفال دلوقتي في مراحل تعليميه جامعيه. ممتاز. وبما انه في نماذج مشرفه فإن شاء الله يعني بالتوفيق للجميع في اللهم امين مسعاهم. يا رب، نعم اللهم امين. الأخصائي النفسي علاء شحاتة، أنا شاكرة جدا مقدرة لوجودك معنا، لزمنك الغالي، وإن شاء الله موفق بإذن الله. شكرا لكم، شكرا للقناة والسادة المشاهدين، شكرا لكم. أعزائي المشاهدين، نتمنى من خلال هذه الحلقة نكون أجبنا على كثير من التساؤلات اللي دارت بخلدكم، وإن شاء الله بإذن الله نعتبرها بمثابة قنديل زيت يضيء عتمة الأيام ويخفف من وطأة الأقدار التي حتما ستجلب الخير. لكم تحياتي ومقرونة بتحايا فريق العمل، وفي صون الله.